بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله يا دكاترة هنتكلم مع بعض زي ما اتفقنا على الموضوع اللي عليه الدور، اللي هو البروجنوزيس أوف بريدنتال ديزيز. هنتعرف على بعض يعني إيه بروجنوزيس، وإيه هي الجايد لاينز اللي بقدر من خلالها أعمل بروبر بروجنوزيس عشان أقدر زي ما بنقول كده نعمل فورميوليشن مظبوط للسكسسفول تريتمنت بلان بتاعتنا مع البيشنتس بتوعنا. طبعا في البداية عايزين نتعرف في تو تيرمز ممكن يبقوا شوية يحصل في بينهم ميكس عندنا أو في دماغ بعض البعض منا، اللي هما البروجنوزيس والريسك. وهنا هنبتدي نتكلم ونقول لحضرتك البروجنوزيس زي ما كنت نوهت قبل كده هو عبارة عن البريدكشن، انت بتتوقع الديوريشن اللي الديزيز هياخدها، الكورس بتاعه، يا ترى هيحصل تحسن او هيثبت او هيسوء، او الترمينيشن بتاع الديزيز، وبالتالي بتقدر تحدد الريسبونس بتاعه التريتمنت اللي انت هتعملها للبيشنت والسكسس ريت او الاوتكم اللي انت هتطلع بيه. خلاص، وده عشان يحصل لازم يكون في فعلا الديزيز يكون حادث بالفعل. انت قدامك حالة المريض عنده اعراض معينة من خلالها بتقدر توصل لتشخيص المرض، ومن خلال الداتا اللي قدامك بتقدر تتوقع كل اللي احنا قلناه. امال ايه الريسك؟ لا، الريسك دي عبارة عن احتمالية اكتساب مرض معين من خلال ظروف معينة. انا شايف ان في عند البيشنت دون certain behavioral فاكتورز او بعض السيستميك ديزيزز او جينيتك بروبلم بتزود عنده الريسك اوف اكوايرنج سيرتن ديزيز، بمعنى ان المرض ده ستيل لسه مش موجود، لكن انا بتوقع ان هذا المريض هيكتسب هذا المرض من خلال الفاكتورز اللي احنا اتكلمنا عنها. وهنا عايزه اعرف في حاجه اسمها بقى الريسك اسيسمنت، ازاي تقدر ان انت تعمل زي ما بنقول ايه تقييم للحالة. هل يا ترى الفاكتورز اللي قدامك فعلا هتبريديسبوز ان المريض يحصل له هذا المرض ولا لا؟ وفي حاجة اسمها الريسك فاكتور، اللي هي الفاكتورز اللي بتبقى في وجودها بنقدر نحط تصور لمدى احتمالية الإصابة بمرض معين. لو احنا النهاردة بنتكلم على البريدنتال ديزيز، فأنا بقول انه في بعض البيهيفيرال وبعض السيستميك كونديشنز المعروفين واللي فعلا اصبح ان في ويل ايفيدنس او في سبورتيف ايفيدنس قوي بيدعم الرابط بينهم وبين البريدنتال ديزيز. لما اجي اتكلم على مريض سموكر خلاص، وعلى مريض تاني عنده دايابيتس ميليتس، وعلى مريض عنده ما عندوش حتة الكومبلينس أو الموتيفيشن إن هو يهتم بالأورال هيجين بتاعته، ووجود بعض الأناتوميك فاكتورز اللي ممكن تؤثر على البلاك أكيوميليشن على السنان زي ما هنشوف مع بعض، ممكن أو السن يكون عليها سيرتين إنامل بيرل أو الفركيشن في بعض السنان بتزيد احتمالية وجود كونكافيتي أكتر قريبة لمنطقة الفركيشن في المولرز، وبالتالي بتبقى احتمالية الإصابة بالبريدنتال ديزيز ايفن في نفس العيان بتختلف من مكان للتاني وهكذا. طبعا تراكم الكالكولس، كل دي فاكتورز كتيره قوي. بعض طبعا الجينيتك ديس اوردرز برضو هنتعرض لها قدام في وجودها بتزيد احتماليه الاصابه بالبريدنتال ديزيز. يبقى انا كده قدرت افهم ان الريسك بتاعني الفاكتور اللي في وجوده بتزيد احتمالية الإصابة بالبريدنتال ديزيز. معايا كده؟ وعشان أعمل لها assessment يبقى أنا لازم أجمع داتا مظبوط عن العيان وأعرف الفاكتورز دي موجودة ولا لأ، وهل ممكن العيان يعدل من سلوكه أو من حالته بحيث أنه يقدر يقلل من هذه الريسك، ولا بناء على الظروف اللي العيان فيها الريسك دي هتبقى قد ايه. يبقى في حاجه اسمها الريسك فاكتورز وخدنا اكزامبلز ليها، وفي حاجه اسمها الريسك اسيسمنت وفهمت اساسا يعني ايه ريسك.
نخش بقى في موضوعنا الأساسي اللي هو زي ما اتفقنا كان يهمني بس في البداية إن إحنا نوضح يعني إيه ريسك ويعني إيه بروجنوزس. طبعا خلاص كلنا فاهمين البروجنوزس اللي هو إيه البريدكشن بتاع كل ما هو ريليتد للديزيز اللي اوريدي موجود. المريض هنا جاي لك وهو عنده بيريدنتال ديزيز، انت شايف قدامك الصورة دي بتاعت هذه المريض، كل ما يخص العيان سواء local factors سواء systemic condition سواء overall view انت شايفه لحالة البيشنت as a whole، كل ده انت من خلاله بتحكم الديوريشن والكورس والريسبونس بتاعت البيشنت للتريتمنت اللي انت هتديها له. طب انا مهم قوي 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 عندي كل دكتور فيكو يبقى عارف بعد ما فهم ايه هو الكونسبت نفسه يفهم امتى المفروض يعمل البروجنوزس. اولا يا دكاتره البروجنوزس في ريليشن قويه جدا بينه وبين الدايجنوزس. اولا انت مش هتعرف تعمل بروجنوزس لديزيز من غير ما تبقى عملت اوريدي دايجنوزس ليه. خلاص انا عرفت اول حاجه المرض ده، طب المرض عندي عشان نبقى الدنيا واضحه هو البيريدونتال ديزيز. هذا البيريدونتال ديزيز بيجي لك البيشنت، المفروض ان انت في البدايه بتمشي معاه بالعلاج التحفظي الكونزرفاتيف اللي هو فيز 1، بتعمل شغل عليك اللي هو زي ما اتفقنا الميكانيكال بلاك ريموفل، هتشيل بلاك والكالكولس معاك المانيوال او معاك الكافيترون، عملت شغلك كدكتور، والمريض عليه الهوم كير ميجرز، علمناه التوث براشنج وعلمناه التوث براش الايديال ايه هي ريكوايرد كريتيريا بتاعتها وكم مره والكلام ده كله، وبتسيب العيان بتاعك على الاقل بعد ما تخلص له الميكانيكال بلاك كنترول على الاقل اسبوعين، الكتب بتقول تقريبا اب تو 4 اسابيع، وبعدين لازم تعمل خطوه مهمه جدا اسمها الري ايفالويشن. يجي لك العيان يا دكتور وتشوف الري ايفالويشن بتاع الحاله، هنا تبتدي بقى تعمل تقييم يا ترى الحاله العيان استجاب استجابه مظبوط للحاله اللي انت للعلاج اللي انت قدمته له، للتعليمات اللي انت عملتها، الديزيز او الساينز اوف اكتيف ديزيز هل يا ترى بدا يحصل لها ريزوليوشن، ولا العيان للاسف عنده باد بيهيفير وسلوكه ما تغيرش، ولو عنده سيستميك كونديشن برضو ما عملهاش كنترول وهكذا. يبقى هنا انا ببتدي اعمل بروجنوزس العيان بناء على الظروف دي، وبناء طبعا بتحكم على كل حاجه، هو عنده قد ايه اماونت اوف بون لوس واسباب البون لوس واستجابته للعلاج الفيز 1 ثيرابي والسيستميك كونديشن بتاعته ظروفها ايه، طب الايدج بتاعه مع ده كله يا ترى السن بتاعه كبير ولا صغير، كل ده احنا هنخش فيه دلوقتي. وابتدي اعمل كده اوفرول ايماجينيشن بالظبط كده، انا متصور ان الحاله اكس والله لا الراجل ده جالي فعلا مهتم باسنانه، الراجل ده فعلا عنده سيستميك بروبلم لا راح للدكتور بتاعه وبدا يعمل كنترول على السكر مثلا، وهو على فكره ده سنه ادلت يعني ما هواش لا كبير قوي ولا صغير قوي، فبرضه بما ان بدا يعمل كنترول ويلحق نفسه وهو لسه في السن ده انا متوقع ان السنان اللي موجوده هقدر احافظ عليها. بس الحقيقه انا شايف مثلا انا بفترض معاك كيس سيناريو في عنده درسين عندهم شوية البون ريزوربشن زيادة قوي، وبالتالي أنا هبتدي أشوف هل يا ترى الباترن اوف بون ريزوربشن هوريزونتال ولا فيرتيكال، طيب هل لو فيرتيكال هينفع أحط بون جرافت ولا لأ، وأكوردنجلي بناء على الكنترول على اللوكال وسيستميك فاكتور هبتدي أقول أنا لو حطيت له بون جرافت في هذه الحالة هيحصل استجابة وأقدر أحافظ له على السنان، طب لو العكس تماما لا يبقى اذا السنان الهوبلس دي على الاقل هقول للعيال هعمل لك فيز 1 وهنتابع مع بعض، وممكن على ما السنان دي ما تقدرش ان انت مثلا تستخدمهم تتحمل عليهم تحطهم اباتمنت تحت بريدج على اساس ان العيان انا شايف انه لوكالي وسيستميكالي العيان ما هواش من النوع الملتزم، وبالتالي سنانه في الحاله اللي زي دي ما اقدرش اعتمد عليهم عشان يبقوا اباطمنت تحت بريدج. فانا في الحاله اللي زي دي زي ما بقول لك انا بديك كيس سيناريو في اليمين وفي الشمال ازاي الحال المرحله دي انت ممكن توقف عندها وتبتدي تتكلم مع العيان بتاعك وتقول له بناء على 1 2 3 4 الديزيز بتاعك انا متوقع ان الريسبونس بتاعتك هتبقى تقريبا كذا، وبالتالي البروجنوزس بتاع حضرتك ها
يا ترى اكسلنت ولا يا ترى فير ولا يا ترى هوبليس، وهكذا بنبتدي نتعامل مع العيانين. يبقى اذا البروجنوزس بتعمل افتر الدايجنوزس وقبل التريتمنت بلان، فهمتوا بقى؟ يبقى قبل التريتمنت بلان بتبتدي تعمل استابليشمنت ليه بيزد على ايه؟ ان في سبيسيفيك انفورميشن اباوت الديزيز وفي بريفيوس اكسبيرينس انت عندك عن طريق شغلك وعلمك اللي انت واخده، بتبتدي تحكم على الداتا اللي قدامك بهذه الصوره. طيب النقطه اللي انا بقى قلتها، هبتدي ادي درجات، هبتدي ادي درجات اهو. في عالم اسمه ماكجاير، ده هو مجموعة من زمايله سنة 91 حطوا تصور وده زي graduation للبروجنوزس. قال لك ان في حاجة اسمها excellent وفي good وفي fair وفي poor وفي questionable وفي hopeless. طيب عروستي ايه بقى الدلائل؟ اعمل ايه انا عشان ابقى انا شاطر، ابقى واقف في العادة كده شاطر وفاهم يا دكتورة هالة؟ هقول لك حالا اهو. بنقول اول حاجة، لما اجي اكلمك على الجود بروجنوزس يعني ايه؟ يعني في زي ما قلت لك في ايتيولوجيك فاكتورز، ولكن نجحت انت والمريض بتاعك انك تعمل كنترول عليها، وفي اناف كلينيكال وراديوجرافيك بريدنتال سبورت، خلاص بتمكنك ان السنان اللي موجوده نقدر نحافظ عليها، سواء البيشنت هيحافظ او انت تقدر حتى بوسيله او باخرى تحافظ عليها، والعيان يقدر يعمل proper maintenance ويجي لك في مواعيد معينة للمتابعة. تمام كده؟ وطبعا بيبقى فيه معاها درجات قليلة جدا من البريدنتال افكشن معايا كده، بحيث ان الجزء اللي فاضل من البريدنتال سبورت بيبقى كافي وبيديك مساحة للشغل ومساحة للأمل انت والبيشنت بتاعك. الفير prognosis approximately 25% attachment loss، وبيبقى measured طبعا clinically، وبتشوف برضو radiographic evidence على القصة دي. هبتدي أشوف بعض ال defects بتاعة ال parental problems، زي مثلا ممكن يبقى عنده class 1 forcation involvement، وفي severity of forcation ممكن بتسمح بان في يعني، او الدرجه اللي موجوده بتسمح بان اقدر اعمل adequate maintenance احافظ مظبوط. امال ايه البور بروجنوزس؟ لا انا هنا بدات افقد العيان عنده 50% من الاتاتشمنت لوس، وتقريبا هتبتدي تظهر الفركيشن كلاس 2 فركيشن اللي هي بيبقى فيها بقى بون ريزوربشن على وان سايد، لكن سي مثلا بكل لكن اللينجوال في بقيه البون موجود في الفركيشن اري. طيب ايه كلاس 1؟ انه بيبقى جاست ان في السوفت تيشو لسه ما دخلش في البون، يعني انا يا دوب في كلينيكال اتاتشمنت لوس في منطقه الفركيشن لكن لسه ما حصلش بون لوس. تمام. وهنا بيبقى اللوكيشن والديجري بتاعه الفركيشن بتاكوموديت البروبر مينتنس، بتسمح يعني هقدر احافظ صحيح في كميه كبيره شويه من الاتاتشمنت لوس والبون ديفكت، لكن مع المينترنس بتاع العيان شوفوا كلها معتمد على ايه، انت لازم تكون شاطر والعيان بتاعك لازم يكون اشطر منك، لازم يكون بيحترم مواعيده، بيحترم التريتمنت بروتوكول، وبيحترم الفيز 1 ميجرمنتس اللي انت بتديها له، كنترول ميجرمنتس وكل دوت معايا، حتى لو هتعالج بصعوبه بس انا عندي امل اني اصلح، لان العيان لو عنده لوكال او سيستميك فاكتورز كنترولد. طب امال ايه الكويشنبل؟ الكويشنبل على فكره هتلاقي انه البونلوس اكتر من 50%، والكراون روت ريشيو بدات تبقى قليله، بدانا بقى نقرب من ايه، النص او معدي النص، بدا الجزء اللي فوق السوبرا بوني هنا اعلى من اللي تحت، او الجزء اللي ظاهر في الاورال كافيتي اعلى من اللي تحت، والكلاس 2 ما بقتش ايزلي اكسسد لان بدا الديفكت فيها يبقى زياده شويه، او انا ما عنديش الدايفيرجنس ما بين التو روتس مش سامح لي قوي باني ادخل اصلح، لان على فكره زي ما قلت لكم في ساعات حالات بيبقى فيها اناتوميكال ديفكت، انا عندي المفروض ان بين التو روتس في دايفيرجنس يسمح لي انا ككلينيشن ان انا لما افتح فلاب اقدر ادخل بين التو روتس واعمل بروبر ريموفال للجرانيوليشن تيشو اريجيشن واحط بون جرافت واشتغل. لكن لو ده مش حادث انا هعمل ايه؟ يبقى هنا بتبقى المنطقه ان اكسسبل، او
يكون بدأ يظهر كلاس 3. كلاس 3 بيبقى فيها البون ريزوربشن بنسميه شباب ثرو اند ثرو، يعني بدأ البون لوس في كل منطقة الفركيشن يبقى لوست، بس بيبقى الجينجيفا لسه مغطية أو عاملة كولر حوالين الروت. كلاس 2 موبيليتي بدأت هنا تزيد درجات الموبيليتي لأن طبعا البون سبورت بتزيد. ممكن في الحالات اللي قبل كده في البور أو في الفير تظهر كلاس 1 موبيليتي اللي هي بتبقى هوريزونتالي لحد 1 ملي. كلاس 2 لا، من 1 لحد 2 خلاص أو أقل من 2 وبتبقى باكولينجوال. وسيجنيفيكانت روت ابروكسيميتي زي ما بقول لك الروتس بتاعت الفركيشن بتبقى قريبه لبعضها. هوبليس لا، بيبقى فيه سيفير اتاتشمنت لوس والاكستراكشن بيبقى بيرفورمد وسجستد وبيبقى الديفكتس بتاعه الفركيشن ممكن تبقى اكتر. هتلاقي بقى كلاس ممكن يبقى كلاس 4 وممكن يبقى الكلام على يعني معاها ظهرت كمان ديفكتس اكتر ريسيشن وكده. هو انا يعني بحاول اديك شوفوا ازاي الدرجات بتزيد. طب امال ايه الاكسلنت اللي ما جاش؟ لا، هنا بيبقى القصه كلها ما فيش تقريبا اتاتشمنت لوس، مينيمال انفلاماتوري تشينجز حاصله في التيشوز وسهل الكنترول عليها والهيجين بتاعه العيان بتبقى بروميسنج، وبالتالي بيقدر يحافظ ويجي لك في المينترنس وتبقى مطمن قوي معاه. فده كده تصور لدرجات الايه البروجنوزس. انا عندي في دلوقتي بقى انا عماله قلت لك في حاجه اسمها اوفرول بروجنوزس، يعني انا ببص للحاله اوفرول البيشنت ظروفه ايه، ايج سيستميك كونديشن بلاك كنترول مينتنس ها هابتس، يا ترى هو سموكر، يا ترى عنده بيعمل الكحول كونسامشن، حاجات كتيره قوي ممكن تكون عند العيان تاخر وغياب هذه الفاكتورز يطمني. يبقى انا اول حاجه اعمل اوفرول بروجنوزس، ابص للحاله كلها، العيان يدخل تعرف عليه شوف سنه كام شوف سيستميك كونديشن ايه بياخد ادويه ايه، خد صوره كامله عن العيان. بعد كده نبتدي نعمل ستيب نمبر 2 اللي هي بنبتدي نبص فيها للسنان. للاسف اغلبنا بيعمل ايه، بيجي لك العيان بتقول له اسمك ايه يا حاج، ايه اللي تعبك في سنانك، افتح بقك. صح بتحصل، فلو سمحتوا نمشي كده، اللي بيعمل الغلطه دي يبتدي ينظم نفسه معانا ونمشي مع بعض بقى نتعلم الشيء المظبوط اهو. يبقى انا اول حاجه بعمل اوفرول بروجنوزس which is concerned about the patient related factors as a whole، كل حاجه تخص العيان. تمام، بعد كده ابتدي اتنقل لبارت 2 اللي هو بيتكلم على ابتدي اشوف الانديفيديوال تيث عشان اقدر اشوف بقى كل سنه يا ترى حواليها قد ايه كالكلس، طيب اتاتشمنت لوس قد ايه، طب فيها موبيليتي ولا لا، طب لو في ريسيشن قد ايه، طب لو في فركيشن في المولر تيث ها، طب لو هي كيريس قد ايه كيرز. ابتدي اشوف لان زي ما احنا درسنا كل برانش من انا درسناه في اسنان بيديك درجات لكل ديفكت، وبناء عليه بتبتدي تحكم على السنه. تمام، ليه انا بقول الترتيب ده؟ لان في عيانين اوفرول بروجنوزس هيعلمك انه عندهم حاجات معينه مش هتخلي كل الحلول متاحه ايفن لو البروجنوزس بتاع الانديفيدوال تيث يسمح بيها. خلاص، زي ما هنشوف مع بعض اهو الصوره دي سهله قوي ومبينها لك كده هتتعامل ازاي وتشوف كل باند هتبتدي تحكم فيه على ايه. يبقى اول حاجه اوفرول بروجنوزس. البيشنت ايج، القاعده بتقول ايه يا دكاتره؟ كلنا عارفين ان باي ايج طبعا الهيلينج ability بتاعه العيان والاميون ريسبونس والفانكشنز بتاعه جسمه عموما صحيح بتقل بعد مرحله الادلت، يعني احنا بنتكلم لحد مثلا يعني 40 45 كده بعدها بتبتدي الدنيا تريلاكس شويه جراديولي طبعا. ولكن انا هنا بقى عايزه اديك مثالين. لو انا عندي عيان النهارده عنده 50 او 60 سنه والعيان ده جاي لك ببريدونتال ديزيز بدرجه معينه، خلاص عنده مثلا كلينيكال اتاتشمنت لوس في كل اسنانه 3 ملي وفركيشن كلاس 2 في المولرز،
وقف معايا عند الصورة دي، العيان ده قلت لك عمره 50 سنة. طيب بعده على طول جالك عيان عنده 16 سنة وعنده وجاي لك بنفس درجة البريدنتال ديزيز، كشفت عليه لقيت عنده كلينيكال اتاتشمنت لوس في كل الأسنان 3 ملي والمولرز فيهم فوركيشن كلاس 2. ده يديك انطباع عن ان كون العيان الأول الحالة الأولى قدر انه يحافظ على أسنانه وعلى نفس درجة البريدنتال سبورت لحد 50 سنة، وجاي لك في السن ده مساوي للعيان رقم 2، يبقى العيان رقم 2 مهمل جدا او عنده سيستميك بروبلم اثرت على البريدونشيا. يبقى انا اذا جولي نفس الحالتين بنفس درجه البريدونتال افكشن وفي فرق بينهم في السن، دايما اكسلنت بديها للسن الاكبر. ده معناه ان الهيلينج او الريباراتيف ابيليتي بتاعته قدرت تو ويذستاند لحد السن دوت، وجاي لك بنفس الدرجة بتاعت العيان اللي سنه صغير. يبقى لازم أدور على العيان اللي سنه صغير ده إيه المشاكل اللي عنده، لأن دي بتبقى الحقيقة علامة مش لطيفة بتديني انطباع إن هذا العيان عنده بروبلم، يا إما حاجات لوكال أو حاجات سيستيميك، وفي ظل وجودها لو ما حصل لهاش موديفيكيشن ده هيأثر على التريتمنت بلان. تمام. يبقى أول حاجة بتاخد الإيدج، لأن ده مهم جدا عشان أما أجي أفتح بقه. يعني أنا يا دكاترة بعلمكم في المرحلة دي إن إحنا بنحضر نفسنا عشان أما أفتح بق العيان أبتدي أتناول الفايل بتاعي وأشوف بقى هحشي إيه وهخلع إيه وهركب إيه بناء على اللي هطلع بيه الكونكلوجن اللي هخرج بيه من الأوفرول بروجنوزس. يبقى الإيدج بيديك فكرة مهمة على the reparative ability of the patient. طيب systemic background، هنا أنا ببتدي أتكلم على العيان الـ patient health. يا ترى أنا شايف إن العيان عنده certain disease، هل في، على فكرة في أمراض كتيرة بتأثر على قدرة العيان على إنه يغسل سنانه زي الباركنسونيزم. يعني فعلا أنا أعرف ناس عندهم باركنسونيزم فعلا بيبقى مش قادر يغسل سنانه، أنتوا عارفين الشلل الرعاش، وبالذات لو أصاب هو بيجي الأول بيمسك طرف قبل طرف، فلو الإيد اليمين بتبقى affected الحقيقة والعيان مش قادر يستخدمها فعلا بتأثر على قدرته. أهو أدي مرض أهو أثر على قدرة العيان على إنه يعمل بلاك كنترول. وهنا بنبتدي طبعا ننصح العيان، لو أنت لقيت عنده heavy deposits طب استخدم بقى اللي هي الفرشة اللي هي الالكتريكال موتور، اللي هي سوري فرشة الأسنان اللي هي اللي بتبقى بالكهرباء دي، يبتدي العيان يستخدمها عشان تبقى أسهل عليه شوية. وفي أمراض تانية طبعا محتاجة بقى كنترول، زي ما نبتدي نتكلم مع بعض بعد شوية على الدايبيتس ميليتس والستريس والكلام ده. طيب المال أوكلوجن، في بيشنت بيبقى جاي لك وهو عنده مال أوكلوجن، المال أوكلوجن دون زي ما اتفقنا وقلنا قبل كده ده من ضمن الفاكتورز اللي ممكن تصعب البلاك كنترول عند الحالة إكس، أو غيابها في الحالة بي مش هيخليه له دور، وبالتالي برضو لازم يبقى له يعني السيجنيفيكانس بتاعته في الإيفاليويشن بتاعك للحالة. طيب لما اجي اعمل assessment للبريدونتال ستاتس والبروثيتك possibilities، في عيانين يا جماعة بيبقوا جايين لك بحالة هو مثلا له طلب معين انه عاوز يركب، ودي بنصطدم بيها كتير، انا عاوز اعمل implant، انا عاوز اركب fixed، كل العينين اللي داخلين عاوز يعمل كده، وبعضهم بيبقى عاوز implant كمان مش بس fixed. طيب انت يا سيدي systemically عندك مشاكل او البريدونتال support عندك واصلة المراحل المتقدمة، صعب معاها اني اعمل لك الدرجات العلاج دي او هذه lines of treatment، او في درجات معينة كمان من البريدونتال ديزيز وجوده بالذات درجات معينة منه زي الاجريسيف فورم من البريدونتايتس اللي هي جريد سي دي، معاها ما اقدرش احط لك امبلانت، واخاف كمان احط لك فيكسد عشان السنان وارد ان الاباطمنت دي ما تتحملش اللود بتاع ان احنا هنحمل عليها بريدج، ما تقدرش انك تعتمد عليها كاباطمنت، انا متوقع انها في المستقبل هتفقد. يبقى كل دوت لازم تحطه في اعتبارك وانت برضو بتحكم على الحاله. وانا الحقيقه من الناس اللي ما بطوعش العيان، ما فيش حاجه اسمها سوري
يعني اربط الحمار مطرح ما يعوز صاحبه، ده مش في الطب يا دكاترة. اذا العيان ما اقتنعش بالصح سيبه يشتغل غلط عند غيرك، انا ما بحبش اشتغل شغل غلط. طيب والعيان اللي سموكر، السموكنج يا دكاترة ده فيه سترونج ايفيدنس بيربط بينه وبين البيريدونتايتس، والحقيقة لقوا ان الهيفي سموكرز دايما بيكون عندهم سيفير فورمز من البيريدونتايتس، وبتنقل البروجنوزيس الى بور تو هوبليس الحقيقة. وبالتالي هذه الكاتيجوري من البيشنتس لازم يوقفوا التدخين، والحقيقة يمكن في ابحاث قالت انه الكذا سنة يفضل موقف عشان تقدر تتوقع هيلينج ابيليتي من التيشز عنده مظبوطة زي المريض العادي. يبقى أنا هنا تأثيره طبعا بيبقى على المناعة، خلاص بيأثر على النيوتروفيل وبيأثر على الماكروفيج، وكمان بيعمل لوكال تيشو هايبوكسيا، ومن ضمن للأسف الباد افكتس بتاعته كمان ان هو بيندوس الاندوجينس كورتيزون، بالتالي المريض دون بيبقى عرضة للانفكشن ريت عنده عالي، والهيلينج او ريباراتيف ابيليتي بتاعت التيشوز عنده فيري بور. فالسموكر يا جماعه لازم تنتبهوا، والحقيقه احنا انا بشوف كتير جدا حتى اللي بيهتموا بان هم يشوفوا السيستميك كونديشن ما بيهتموش يسالوا على السموكينج ولا بيحطوه في اعتبارهم. يا جماعه السموكر الهيفي سموكر بالذات لازم تحترم جدا ان العيان دوت فيه حاجات معينه ما ينفعش تعالجها، والسنان بتاعته والهابت بتاعته ديت لازم تتغير عشان تقدر تعمل معاه سكسسفول دنتال تريتمنت. مرض السكر، مرض السكر من الامراض السيستميك اللي طبعا هو في منه انواع، في تايب 1 وتايب 2. اولا عايزين نقول الصوره الحلوه، الكنترول دايابيتس عموما كنترول دايابيتيك بيشنتس ممكن يعيشوا زيهم زي الاشخاص العاديين، والبروجنوزيس بتاعهم هيبقى جود وزي الفل، ونقدر ان احنا نشتغل لهم كل الدنتال بروسيجرز زيهم زي غيرهم. لكن الحقيقه الكنترول على السكر في حاله تايب 1 اصعب من تايب 2. اجي بقى لكاتيجوري البيشنتس اللي هم ان كنترول، اللي ما بيقدروش يسيطروا على السكر، اما انه ما بياخدش العلاج مظبوط، او ما بياكل بياكل بيلخبط في الدايت بتاعته. المهم في المحصله انه uncontrolled uncontrolled diabetic patient دوت برضو بيحصل عنده increase في الانفكشن ريت، فانجل وبكتيريال انفكشن، الخلايا المناعيه ما بتقومش بدورها مظبوط، وبالتالي العيانين دول الحقيقه بيبقى عندهم برضو poor prognosis. فما ينفعش ان احنا يعني اذا ما حصلش بروبر كنترول دوت كل اللي بتعمله له العلاج الكونزرفاتيف، ما تقدرش تحط له حاجات غاليه وكده عشان اللايف بتاعها مش هيطول. يعني نقطه من النقط المهمه جدا واللي بتبان في الري ايفالويشن انا قلتها قبل كده، الكوبريشن بتاع العيان، يا ترى هيجي على مواعيده، يا ترى جاي لك فعلا اهتم بالانستراكشنز اللي انت اديتها له، نفذ النصايح اللي انت قلت له عليها ولا لا. لو العيان بتاعك من النوعيه المهمله اللي هو مش هيجي لك غير سيمتوماتيك دنتال فيزيت مع البين او مع المشكله، ومش غاوي يتابع دوت مش هيبيض وشك، فبرضه دون هتعمل له حاجات معينه ومش هتوقع كمان ان المرض اللي عنده هيتحسن، لا ده هيفضل رايح جاي symptomatic patient. السايكولوجيكال ستريسز عموما دايما بالذات البرولونجد منها برضو بيندوس الكورتيزول في جسمنا، وبالتالي بيعمل اميون بيعمل يعني اميون سبريشن، وبالتالي العيانين دول برضو بيبقوا عرضه لانواع من البريدنتال ديزيز شديده شويه، و حتى التحسن بتاع درجة البريدونتايتس الموجود ما بيبقاش عالي. يبقى العيان ده لازم بتنصحه بأنه لازم يغير اللايف ستايل ويبتدي يتخلص من الضغوط اللي عليه دي عشان يحافظ على صحته. الجينيتك ديس اوردرز الحقيقة طبعا البريدونتال ديزيزز بالذات الأجريسيف فورم في رابط قوي جدا بينها وبين بعض الجينيتك ديفكتس، بالذات الجين بوليمورفيزم في الجين الانكودنج لانترلوكين 1. انترلوكين 1 وانترلوكين 1 بيتا يا جماعه بالذات
دول لو حصل اوفر برودكشن منهم، دول من اخطر ومن اقوى الانفلاماتوري ميدياترز اللي ليهم علاقه بالبريدنتال ديزيز وبالبون ريزوربشن وبالانفلاميشن اللي بيحصل في البريدونشيوم. وبالتالي وجود هذه الجيناتيك بوليمورفيزم عند بعض البيشنتس بتزود من حساسيتهم للدنتال بلاك عن غيرهم، وبالتالي دي طبعا حاجه يعني بتخلينا كلنا طبعا، مش معقول كل واحد انا هقعد اعمل له تحليل جيني، بس على الاقل بفهم العيانين ان البلاك كنترول في منتهى الاهميه، ودي تبقى من ضمن الحاجات اللي بتوقعها عند العيانين اللي بيحصل لهم صور شديده شويه من البريدونتايتس، وبالذات لو بقولك في سن صغير، لان ممكن او يكون عندهم حاجه من الحاله من الحالات دي. وبالتالي انا لازم انصح العيان بانه يحمي نفسه عشان نقدر ان احنا نحصل على سكسسفل اوتكم للتريتمنت اللي احنا بنعملها. طب اما اجي اتكلم بقى على الجزء السهل والبسيط اللي هو البروجنوزس بتاع الانديفيدوال تيث، انتوا شاطرين وهتلاقوا الدنيا ماشيه معانا كويس. ده كده يعني الحاجات اللي احنا بنهتم بيها، وهبتدي امسك واحده واحده معاك. لما اتكلم على الموبيليتي، انا مهم قوي قوي ان انا اعرف لو العيان عنده تيث موبيليتي، انا خلاص خلصت الاوفرول، عرفت سن العيان وعرفت الهابتس بتاعته وعرفت اللايف ستايل بتاعه مأثر عليه ولا لا، هل هو اندر ستريس ولا لا، وعرفت عنده مرض ولا ما عندوش، وشفت هو مهتم بمواعيده ولا لا، شفت الدنيا دي كلها، وبدأ يبقى عندي فكرة عن العيان، ابتدي افتح سنانه. طيب العيان عنده موبيليتي في سنانه، لازم تعرف يا دكتور ايه سبب الموبيليتي. يا ترى هو اخد خبطة في حادثة مثلا، في خناقة، تروما، وقع، ولا عنده بريدنتال ديزيز، ولا عنده سيستميك بروبلم انكنترولد وبالتالي بدأ يحصل لوس للبريدونشيوم. كل ده لازم تبقى عارفه. طبعا اصعب الانواع هي درجه الموبيليتي لما بتزيد قوي، بدات تخش بقى 2 و3 وكده، وفي نفس الوقت انا عندي بريدونتال ديزيز، دي بتبقى بور بروجنوزيس الحقيقه. لكن لو هي تروما او يعني اخد خبطه في سنانه او كده، لا والله انا بعمل ري امبلانتيشن او بعمل سبلنتنج للسنه، ده لو اتخلعت خالص اعمل ري امبلانتيشن كمان خلاص. فانا ببتدي اعمل سبلنتنج لو كذا. طبعا لو في سيستميك ديزيز لازم يبقى كنترولد، و البروجنوزيس بتاع الموبيليتي عموما زي ما اتفقنا بيتراجع لو هو سببها بريدنتال ديزيز، وببقى متوقع ان الدنيا مش لطيفه. انا افضل ان العيان يكون اخد تروما افضل من انه يكون عنده بريدنتال ديزيز. وطبعا لو هو عنده الدرجة التالتة اللي هي بتقول لك انه يعني ممكن تبقى لحد 2 ملي او اكتر هوريزونتال، ومعاها كمان with or without vertical movement في السوكت بتاع السنة، دي بتبقى الاكستراكشن افضل لان بتبقى very poor الحقيقة. طيب لما اجي اتكلم على البريدونتال بوكت، لا هنا بقى احنا قسمناهم كذا تقسيمة، والحقيقة انا عارفة ان انتوا شاطرين. طبعا انتوا عارفين لو جينا نمسكهم كده من الاول، اتفقنا ان انا عندي الباتلر اوف بون ريزوربشن والفيرتيكال افضل من الهوريزونتال عشان اقدر احط بون جرافت. طيب السودو بوكت ولا الترو؟ لا السودو بوكت علاجه اسهل، انا مش عاوز اخش في الترو. اما تخش في الترو عندك الفيرتيكال ولا الهوريزونتال؟ حلو، يعني اللي هو السوبرا بوني ولا الانفرا بوني؟ لا افضل سوبرا بوني عشان اقدر احط فيه بون جرافت ويعوض، لان الهوريزونتال مش هينفع ده فيه. طيب 3 اوسيس وول ريمينينج ولا 2 ولا ال1؟ لا 3 اوسيس افضل من ال2 افضل من ال1. فاكرين عشان كده قلت لكم ان المحاضره اللي فاتت في البوكت لازم اقولها، كل ما زاد الدبث بتاع البوكت وبقى نارو افضل من كل ما قل وبقى يعني بقى شال وبقى وايد، دي كلها فاكتورز بتحكم عليها نوع البوكت واستجابته بيفرق. الفركيشن طبعا كل ما لحقت الفركيشن في الاول، احنا اخذنا جريد 1 اللي هو انسيبيانت وتبقى في السوفت تيشو فقط كلينيكال اتاتشمنت لوس، جريد 2 ممكن تبقى واخده بس وان سيرفس حصل بون ريزوربشن والسيرفس تاني انتكت، جريد 3 ثرو اند ثرو بس لسه السوفت تيشو ما حصلوش ريسيشن مغطي على الفركيشن اريا، وجريد 4 بيبقى حصل الديفكت ومعاه ريسيشن. طيب بنلاقي كمان ان بعض السنان بيكون عندهم كونكافيتيز كده في الروت عند منطقه الفركيشن، ودي الحقيقه بتزود بلاك اكيوميليشن وبتسهل الانفيجن بتاع الفركيشن اريا، زي في حاله
البريمولرز بنلاقي عندها اكتر، وبالتالي احتماليه الاصابه عنده اكتر بالبريدنتال ديزيز، والبروجنوزس بتاعها بيكون اصعب. والماكسيلاري ريمولرز تليها ثم المانديبلر. على فكره نسيت اقول لك كمان في البوكيت انه عندك السامبل والكومباوند والتورشوس. طبعا السامبل بوكيت اللي هو اتفقنا ان الارفيس والنهايه بتاعته على نفس السيرفيس وبيبقى وان سيرفيس، الكومباوند بيبقوا برضو على نفس اللاين بس واخد تو سيرفيسز، واقلهم هو التورشوس اللي بادئ على سيرفيس وبينتهي على سيرفيس ثاني، ودي بتبقى الحاله بتاعت اللي بيبقى بيزيد فيها احتماليه الاصابه بالبريدنتال ابسس. طيب الميوكوجينجيفال بروبلمز، طبعا انت محتاج الجزء ده في التفصيل هيجي في الاخر لما نتكلم على الكوركتيف سيرجيكال، هنتكلم فيه بالتفصيل، بس هديك في عجاله. لو انت عندك ديفكت في الزون بتاعت الاتاتش جينجيفا لازم يتعالج. لو انت عندك لوكال فاكتورز كمان بيقللها زي وجود هايلي اتاتش فرينم او بعض الهابس اللي العيان بيعملها، بيعمل تروما للسنان بتاعته وبالتالي بدا يحصل له جينجيفال ريسيشن. اي مشكله في الميوكو جينجيفال بروبلم لازم يتعرف ايه سببها ولازم تتعالج، والا طبعا الفيت بتاعها ما بيبقاش لطيف، الثاتيك وروت كيرز، وممكن يحصل موبيليتي وتتخلع السنة في النهاية. طبعا التوث مورفولوجي الكراون روت ريشو بتهمني جدا. طبعا الايديال انه الروت بيبقى مرة ونص المرتين قد الروت، كل ما حصل تراجع في الريشو دي نظرا للاتاتشمنت لوس كل ما بيبقى الريشن دي بتختل، وبالتالي السنة ما بتبقاش لايف سبان بتاعها بيبتدي يقل. شكل الروت كمان يا ترى، في روتس بتبقى فيري ثين وفي روتس بتبقى زي ما اتفقنا عليها كونكافيتي، وفي ديفلوبمنتال جروفز بتبقى موجوده ساعات في نهايه الكراون وبدايه الروت وبيحصل عندها فود اكيميليشن وكارز، وفي اسنان بيبقى عليها سيرفايكال انامل بروجكشن بتزيد قوي الحقيقه في اللور مولرز والابر مولرز والانامل بير اللي هو لسه بقول الكلام ده كله بيخلق مناطق للبلاك اكيميليشن، بالذات لو احنا العيان اللي قدامنا باد اورال هايجين فممكن يحصل كارز او بريدنتال ديزيز عند هذه السنان. السنان اللي بتبقى يعني هتستخدم، معلش انا مش لابسه النضاره، السنه اللي بتبقى قريبه لادنشلس اريا دي اتكلمنا عنها برضو، لازم بتشوف الدري السنه دي درجه البريدنتال افكشن بتاعها قد ايه والكيرز قد ايه، وتقدر تتاكد كمان حاله العيان كل الداتا اللي اخدتها من الاوفرول، هل يا ترى هقدر اعتمد على السنه دي تبقى ابطمنت ولا لا. وساعات لو هي اخر سنه في الفك بتبقى فيري بريشيس زي ما بيقولوا، لانها بتفرق قوي. انا لو هركب حتى دينشر لازم بيبقى باوندد، فلو في عندك فرصه انك تحافظ بتبقى مهمه جدا، مش سهل نفرط في اخر سنه في الفك يا جماعه. من الحاجات المهمه قوي 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 واللي فعلا بحب اقف عندها، يا ترى قد ايه حصل من الاتاتشمنت لوس، ويا ترى بدا حته الريميننج بون وعلاقته بالانديفيديوال توث سيرفس. شوفوا يا جماعه، كل ما كان في بون سبورت كل ما كان الفالكرم اوف روتيشن قريب للكراون. دي بتبين لك انا ليه كنت بقول ان كل ما قلت الكراون روت ريشيو، يعني كل ما قل البون سبورت حوالين الروت وبدا يحصل بون ريزوربشن، كل ما عمر السن قل، لان كل ما الفالكرم اوف روتيشن ده قرب للايبكس كل ما السنه سهل انها تتلخلخ، والعكس كل ما كان في بون سبورت عالي حافظ على السنه كل ما الفالكرم كان قريب للكراون، وبالتالي السنه بتبقى عمرها اطول وبتبقى بريدنتال سبورت بتاعها كويس، اقدر اعتمد عليها واقدر اتوقع انها تعيش كتير. تمام. دي احنا اتكلمنا برضو ريليشن للادجيسنتيس او للادجيسنت بتاع ده بريدج، دي اتكلمنا فيها برضو قبل كده ضمنا الكارز والنون فايتال تيث وروت ريزوربشن. طبعا زي ما قلت لك كل حاجه ولها درجات، السامبل كارز غير الاكستنسيف غير لما السنه تكون بادلي ميوتيليتد وواصل لحد ما عامل لك روت كارز. تمام. هحافظ عليها لو هي اخر سنه على قد ما اقدر خلاص، بس لو السنه ديت موجوده تحت ابطمنت البريدج لا هقلق، طبعا هقلق، وبالتالي ممكن لو هي اخر سنه انها تغير لك خالص الديزاين اللي انت هتستخدمه في الـ في الريبليسمنت ثيرابي بتاع الميسنج تيث مثلا.
كونها شايلة نفسها حاجة وكونها محمل عليها بريدج دي حاجة تانية خالص. تمام. فكل سنة زي ما اتفقنا، كل ما قل درجة الدامج سواء فراكتشر أو كيرز، كل ما انت بتقدر ان انت تعوض السنة مظبوط وتقدر تحافظ عليها. طب الروت ريزوربشن اللي هو ممكن يكون انترنال أو اكسترنال، الحقيقة ده من الفاكتورز اللي الحقيقة يعني بتأثر دايما بالسلب على أي سنة، وطبعا بتخلص يعني السنة بتبتدي تبقى ريزوربد وتنتهي يعني. طيب انا عايز اربط اكتر بقى الديفرنت بيريدنتال ديزيزز. احنا كده اتكلمنا اوفرول البروجنوزز بتاع العيان، وبعدين بدانا نتكلم على الفاكتورز الريليتد للسنان. ببتدي اعمل رابط دلوقتي بين الدايجنوزز والبروجنوزز، بقى عايز اشوف الديفرنت بيريدنتال كونديشنز اللي احنا اتكلمنا عنها. لما اجي الاول اكلمك على الجينجيفال ديزيز، اول حاجه لازم تعرف معايا دايما بعلمك ايه، هذا يعتمد على الكوز. قول لي السبب من فضلك، يا ترى السبب فقط هو البلاك، العيان مهمل وجينجيفايتس، علاجها سهل جدا بلاك كنترول والعيان يغير الهابتس بتاعته. بليز يا دكتور اتعب شويه مع العيان واعمل له موتيفيشن. طيب لو تعقدت الحكايه والعيان عنده سيرتن سيستميك بروبلم، هرمونال ديستربنس او سيستميك ديزيز او كذا، لازم برضو هتعمل فيز 1 ثيرابي وتنبه العيان لمدى حساسية هذه الحالة. لو هو عنده هرمونال ديستربنس، ست حامل او ولد في مرحلة المراهقة، خلي بالك ان حساسية التيشوز بتاعتك اكتر عشان السكس هرمونز زي ما اتفقنا. او حتة مهمة جدا، السيستميك كونديشن لو موجود لازم يبقى كنترولد. يبقى انا من الاوفرول عرفت ان العيان ده عنده دايابيتس، فتحت لقيت عنده بلاك وعنده جينجيفايتس، هفهمه كويس جدا ان احنا ممكن نوصل لجود بروجنوزس، بس حضرتك من فضلك غاي اعمل كنترول على السيستميك كونديشن وعالج الايتيولوجيك فاكتور او اللوكال فاكتور. طيب ولو انا عندي بقى نون بلاك انديوز جينجيفايتس اللي هي اتفقنا ممكن تكون اسبابها اي حاجه غير البلاك، اوتو اميون ديزيز مثلا، عالجه يا فندم، عالج بكورتيزون، بتتابع مع الدكتور ولازم ناخد جرعة الكورتيزون ونعمل كنترول عليه. أليرجيك ستوماتيتس مثلا، ابعد يا فندم عن المؤثر. تروما، خلاص هنعالج التروما وما نكررهاش تاني. فانجل انفكشن، خد الانتي فانجل وعالجه. يبقى هنا انا ببتدي اتارجت الكوز. وعموما الجينجيفال ديزيزز من الحاجات اللي بيبقى فيها اكسلنت وجود بروجنوزس اكوردنج للكنترول على الايتيولوجيك فاكتور والسيستميك فاكتور لو موجود. طب لو العيان عنده كرونيك بريدونتايتس او اللي بنسميها في الكلاسيفيكيشن الجديده بقى جريد اي او جريد بي، جريد بي بالتحديد، الحقيقه بنقول ان البروجنوزس بتاعها برضو يعني جود تو مودريت، ولكن ما ننساش ابدا انها تعتمد على ايه، على ذا اماونت اوف اتاتشمنت لوس اللي العيان جاي لي بيها. غصب عنك هتلاقي العيان جاي لك في بعض الاحيان بسنان هوبلس. احنا لسه كنا بنقول درجه فركيشن او درجه ريسيشن زياده ومعاها موبيليتي كمان. طيب هعمل ايه؟ في اسنان ممكن يجي العيان بيها وهي حالتها متراجعه او محتاجه اكستراكشن، وفي اسنان هتجيلي بدرجه معقوله هعمل كنترول على اللوكال بريديسبوزنج فاكتورز، وممكن بعضها يحتاج جراحه مثلا او ما يحتاجش واكمل مع العيان مينتننس. يبقى انا هنا بقول اكوردنج للدرجه اللي العيان جاي بيها، وهنا مدام كرونيك يبقى انا بتكلم ان السيستميك كونديشن انتكت، وبالتالي انا مطمن لو حصل كنترول على بؤرة العدوى الأساسية ألا وهي الإيتيولوجيك فاكتور، لكن في كل الأحوال لازم هتتخلص من الهوبلس تيث. الأجريسيف بريدونتايتس أو جريد سي طبعا البروجنوزيس بتاعها بيتراجع كتير جدا عن الكرونيك. وذين الأجريسيف برضو اللوكال فورم، اللوكالايزد أجريسيف أفضل من الجنراليزد اللي بتبقى فيري بور الحقيقة. بروجنوزيس بتاع الجنراليزد أجريسيف بريدونتايتس ما فيش قدامنا غير اننا طبعا نعمل نتخلص من كل حاجه هوبلس، السنان الهوبلس، ونتعالج مع العيانين كونزرفاتيف، وافضل زي ما اتفقنا ان احنا نمشي معاهم كونزرفاتيف ثيرابي، بندي الانتي بايوتيك المناسب اللي احنا نقدر نتعامل بيه مع العيان ويبقى سبيسيفيك، وده ان شاء الله الجزء الجاي من شغلنا عشان نقدر نحافظ على اسنان العيان. و زي ما اتفقنا البروجنوزيس بتاعها بيتحسن، هي ممكن في حالات بيحصل سبونتينوس
ريزوليوشن، ولكن درجه الاتاتشمنت لوس الحقيقه بتبقى كبيره، فبنحاول قدر الامكان ان احنا نحافظ على الاورال هايجين بتاعتهم عشان بس ما نخسرش اكتر. وزي ما اتفقنا الجنرالايزد بتبقى البروجنوز بتاعها فيري بور. البروجنوز بتاع النكروتايزنج بريتوندال ديزيز طبعا برضو بتبقى ممكن تبقى فير تو مودريت او بور احيانا اكوردنج لدرجه الاتاتشمنت لوس اللي العيان جاي بيها ودرجه الاميون افكشن. هنا زي ما اتفقنا لازم بيكون العيان عنده درجه من درجات التراجع في الاميونيتي، وفي لوكال فاكتور الاثنين مع بعض سمحوا بوجود هذه النكروتيك فورمز من البريدونتال ديزيز. طبعا بنكنترول على الفاكتورز وبنعالج زي ما اتفقنا في الفيديوهات اللي فاتت، مش هعيد تاني. وبعد كده بنبتدي نتعامل مع الحاله بعد ما حصل سبسايدنس لكل علامات الديزيز، وببتدي اعوض قدر الامكان. طبعا في حالات بيبقى صعب التعويض فيها لو كانت ديستراكشن عالي، ولكن بنشوف لو محتاج جينجيفوبلاستي او محتاج سوفت تيشو جرافت او ريجينراتيف بروسيجرز، ما دام قدرنا ان احنا نعمل كنترول على اللوكال فاكتورز وان احنا نعمل كنترول على الاميون ديفكت اذا كان ممكن. طبعا لو صعب نصلح الاميون بروفايل بتاع العيان لاي مرض او لاي سبب مزمن عنده، يبقى هنا طبعا البروجنوز بتاعه بيبقى فيري بور والديستراكشن بيبقى صعب ان هو يتصلح. يعني اخر حاجه البريدونتايتس از مانيفيستاشن للسيستميك ديزيز، زي ما اتفقنا العيان ممكن يكون عنده بلاد ديزيز مثلا زي الاكوارد نيتروبينيا او اليوكيميا، او يكون اسوشيتد بسيرتن جينيتك ديس اوردر. دايما لو هو عنده اللي في ايديك ان انت البرايمري فاكتور لازم تعمل كنترول عليه، السيستميك كونديشن لازم تبقى كنترولد، لان طبعا البروجريشن بتاعها بيأثر على البروجنوزس بتاع الديزيز. واظن احنا عملنا ستريس اون كذا مره للقصه دي. اعتقد كلنا حسينا ان البروجنوزس سهل لان احنا مذاكرين الاجزاء اللي قبله وماشيين فيها بتسلسل. ان شاء الله من المره الجايه هنبتدي بقى نتكلم على التريتمنت، هنبدأ مع بعض فيز 1 ثيرابي، ومنها هننطلق في بقية يعني ايه بالترتيب كده، هنمسك خط ورا التاني لحد ما تبقوا كلكم ناس بروفيشنال في التريتمنت ونقدر نعمل بروجنوزس مظبوط. الأول دايجنوزس مظبوط، بروجنوزس مظبوط، تريتمنت مظبوط، ونوصل بالعيانين بتوعنا للايديال تريتمنت بلان ان شاء الله. بتمنى لكم التوفيق وربنا معاكم ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.